اتخذت السلطات العمومية قبل شهور مجموعة من القرارات التي تتعلق بتخفيف الحجر الصحي، وبالفعل فتحت مجموعة من القطاعات، لكن ظلت القاعات السينمائية والمسارح مغلقة، الأمر الذي أثار استياء وتذمر الكثير من الفنانين. لا، ومن ناحية الإغلاق فإحنا ربما العالم كله أغلق القاعات، أغلق كل مكان يعني فيه واحد التجمع ديال الناس، فهذه مسائل يعني احنا سيرنا العالم فيها، لكن ان يبقى مستمر غتكون شويه يعني صعيبه من ناحيه العمل، وصعيبه من ناحيه رساله الفن، لان الفن رساله وفيه توعيه، فاذا كان ممكن يعني فتح القاعات ويعني مواضيع اللي هي كتحدث على هذه المصيبه الكحله اللي صابت العالم اللي الجائحه، فيعني غادي يكون احسن. ثم انه ما يمكنش ان القاعات تبقى سنه وهي مغلقه، يعني كنظن ان الامر ما غادي يتطلبش هذا الشيء. عندنا قاعات الحمد لله اللي هي كتهز واحد العدد ديال المقاعد، فنقلصوا العدد ويمكن لنا يعني نشتغلوا. اولا كتكون فرص الشغل للفنانه، لان ما كانش فرص ديال الشغل، تحبس التصوير، تحبس المسرح، تحبس الحفلات، تحبس كل شيء، معناها ان كاينه معاناه. ثم كنكونوا ادينا رسالتنا، وكتكون عندنا حنا واحد وجهه نظر او واحد سير محلي، لان الى غنهضروا على جدودنا كيفاش كانوا كيسيروا امورهم، كانت امور كتسير بذكاء، ما نقولوش بعلم ولكن بذكاء. ربما الناس اللي قرات او اللي حكوا لهم جدودهم على الايام اللي داز فيها، مثلا كما تنقولوا الجدري والجدام، الناس عانت ربما اصعب من هذا القرن هذا اللي حنا فيه، لان ما كانش علاج، ما كان، واستطاعوا والدينا انهم باسلوبهم وبوعيهم يعني يدوزوا المرحله وتكون مزيانه. اكيد، لان فتح القاعات كما قلنا احنا كيقول لك الكلام بدايه وطبعا ونهايه، احنا كنجبدوا يعني مواقف اللي كانت صعب من هذا وتغلبوا فيها، فما بالك اليوم كل شيء يعني الحمد لله موجود، البلاد مزيانه، كل شيء مزيان، كاين عندنا قاعات، كاين عندنا الجهات كما قلتي اللي هي ما تضرتش بزاف، كان من الممكن من هذيك الجهه يتم ارسال يعني حفلات يعني باش حتى يعني المتلقي او المواطن المغربي ما يبقاش عايش في وسط واحد الخانه اسمها المرض، عندك مشيتين لا ما ديرش، ما تمش، ما تقربش، هذا بحد ذاته هذا مرض نفسي. فلهذا كان على الاقل تشوف واحد النظره، تفتح القاعات، وحاليا الامور كنضرها مزيانه، يعني فتح القاعه ما غاديش يضر. ثم اننا نقلصوا العدد من القاعه، ثم يمكن تكون حتى في الهواء الطلق، كاينه عروض كتولي ما دام الجو باقي الطقس مزيان وهذا يكونوا في الهواء الطلق، ماشي ضروري تحضر لنا واحد يعني واحد العدد كبير ديال الجمهور، ولكن من خلال واحد 100 ولا 50 ديال الناس نبتتوا رساله عن طريق التلفزه، وهذا اللي فيها واحد اللحظات جميله باش نخرجوا من يعني من هاد الغمامه اللي هي سيطرات على 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 عقولنا بمرض العصر. الفن والثقافه غذاء الروح، ولا يمكن أن تكون الحياة جميلة دون موسيقى وشعر وغناء ومسرح. صحيح أن كورونا غيرت فينا مجموعة من الأشياء، ولكن بإمكان الفن أن يكون واحدا من الأسلحة التي من خلالها يمكننا أن نواجه هذا الوباء الفتاك. المغربي بطابع الفرجة والنكتة والمرح وهذه الأشياء، هذه من اللي جات كورونا يعني حاولت أنها تغير فينا بزاف ديال الأشياء. واعتقد على ان المسرح والفن بصفه عامه هو نوع من العلاج النفسي، ولهذا يعني اصبح من الضروري على ان القاعات والمسارح تفتح في وجه المواطنين، على اساس انه نحترموا التباعد ونحترموا كذلك جميع الشروط اللي كتفرض علينا الجائحه. بغض النظر عن أهمية الفن والثقافة في حياة الشعوب والأمم، فإن العديد من العاملين في القطاعي السينمائي والثقافي بالمغرب عانوا كثيرا في شهور كورونا. الفنانة غالبيتهم قضوا ما يزيد على واحد 8 شهور، وهي 8 شهور أعتقد على أن الناس اللي متفرغين وكيعيشوا من المسرح، أنا كنقول الناس اللي كيعيشوا من المسرح والسينما والتلفزيون، هاد الناس هادو يعني هم أكثر ضررا، هما اللي تعرضوا للضرر بزاف. علاش؟ لانهم ما استفدوا حتى
حتى شي تعويض. غادي يقول البعض على انه مؤخرا خرجت واحد الدعم استثنائي الى اخره هذا، ولكن هذا الدعم جاء بعد 8 شهور. عشرات الاسر الفنيه تعال من العمل الفني، فلذا بات يعني واجبا ان المسارح والسينما تفتح باش الفنان يلتقي بالجمهور ديالو، وتعود حركه رائجه ديال الفن شريطه يعني اجراءات احترازيه، منها التباعد الاجتماعي، منها الكمامه، منها كاع الاجراءات الوقائيه. كنظن انه ان الاوان باش تفتح المسارح والفنانين ينفتحوا على الجمهور ديالهم.